وصلنا معكم لفقرة عنده الحل، فقرة مفتوحة للجميع للجواب على كل تساؤلاتكم القانونية مع الأستاذ محمد جمال معتوق. ناخذ مكالمة اليوم مع نوى العلوي. ألو. ألو، السلام عليكم لالا. وعليكم السلام لالا، كي دايره اختي سميره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، مرحبا بك. صباحيات اليوم لالا، وتفضلي بالسؤال ديالك القانوني. بارك الله فيك. انا كان بغيت نسول الدكتور، عرفتك عندي راجلي دار واحد الكسيده في شهر 7، هو كان شيفور ديال الرموك، ونزل من الرموك ديالو يسرتو ضربو طاكسي، ودابا انا بغيت نسول واش هاد الكسيده راه تحسب ليه على حساب حادثه سير ولا حادثه شغل؟ واخا لا، واخا الله يخليك، الحادثه فاش وقعت له؟ كان غادي للخدمه. كان غادي للخدمه، كان خارج من دارو وغادي للخدمه. خارج من دارو، جا من قنيطره، هو يا دارو في قنيطره. وشارجا السلعه للمكناس. نزل باش يرتاح مع شي 3:30 ديال الليل. وسد الكاميو ديالو وهو يضربو طاكسي. لا، هو كان على رجليه. لا، كان راكب في الرموك ديالو. ومن نزل الكاميو، ملي نزل من الكاميو وغادي على رجليه، ضرباتو سيارة. لا، غادي على رجليه، باقي واقف حدا الكاميو. ضرباتو سيارة أجرة. ضرباتو سيارة أجرة. لا طبعا، هي هذه حادثة شغل مقرونة، هذه حادثة سير مقرونة بحادثة الشغل، يعني عندها طابعين، عندها حادثة شغل وعندها حادثة سير. تفضلي لالا، كملي إلا بغيتي تقولي شي حاجة أخرى. دابا المشغل اللي كان كيخدم معاه ما مديكلاريش به. يعني ما لا ماشي ما... واش داير تأمين؟ لا، ما مدايرش ليه التأمين. ما دايرش التأمين عن حوادث الشغل؟ لا، ما مديكلاريش به كاع، يعني ما عنده حتى شي علاقة معاه بالخدمة. لا، خصنا نفرقوا، غادي يعني كتقصدي لأنه ما مصرحش به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لا، ما مصرحش به. وبالإضافة لهذه المسألة ما دايرلوش التأمين عن حوادث الشغل، إذن جوج الحوايج. لا، ما داير ليه حتى شي حاجة. واخا لالا، كاين شي حاجة أخرى بغيتي تقولي؟ كان في الأول حتى يقول لي أنا معاك في أي حاجة، في أي سميتو مشكل. من بعد منين شاف السيد صافي ما بقاش عنده العقال وما بقاش يعني يخدم ولا يولي يرجع يدير حتى شي اجراءات معاه، صافي ولا هو كيعيط. ملي كنعيط ليه انا كيقول لي خصك انت تقلبي على راسك، انا بحال هزي الضو من مسؤوليتي. واخا، والدار محضر لالا ديال الحادثه؟ الدار محضر ديال الحادثه، ولكن لحد هاد الساعه دكتور مازال ما داروا معايا حتى شي حاجه. وشحال هادي باش دازت الحادثه؟ يعني شهر 7 2017. نهار 19 هو ما خرج من الطبيب حتى شهر 8 حيت كان كوما. واخا، واليوم انا كي داير الوضعيه ديالو؟ ما نقولش لك الدكتور على الوضعيه ديالو، يعني ما بقاش كيعقل، عين وحده ما بقاش كيشوف بها، ودن ما كيسمعش بها، وانا دابا انا وليت هي المراه هي الراجل، وما عرفتش من باب غنطرق في هذه الحاله ديالي. انا تهديت وعيد فين ما كنمشي كيقول لي ما عندك حتى شي حل لهذا الشيء كامل، وهو اللي كان حزني وهز والدي. عندي وليد عنده 9 سنين، ما عرفتش شنو غندير في هذه الحاله ديالي، وانا حتى القرايه ما معاونانيش، يعني باش نمشي نخدم شي خدمه اللي فيها القرايه ما خصنيش نخليه، ما خصنيش نخلي ولده، والمشغل اللي كان مشغلو حتى هو يا ما صافي. واخا لا حول ولا قوه. واش خدا شهاده الشفاء النهائيه او لا؟ مازال الدكتور ما عندوش شهاده الشفاء. دابا انا حتى سميتو باش نمشي نهزهم ما عنديش باش نهزهم شواهد طبيه، حيت انا كنت ناعسه معاه، وفي هذه الحاله يعني خصك تخوفي، خصني نخوف 60,000 ريال باش نهز شواهد طبيه، والمحامي ما دار لي حتى شي حاجه. ملي كنمشي نسولو كيقول لي هذا الشيء كياخذ اجراءات، باقي المحضر ديالو عند قاضي التحقيق. ملي كنمشي عند الوكيل ولا شي حاجه كيقول لي خص المحامي، شي محامي اللي يجي يهز الدوسي هذا. واخا، ودابا دايره لالا محامي ولا ما دايرهاش؟ دايره واحد المحامي ما بين لي حتى شي حاجه، بغيت نحيد لي الدوسي، ما عرفتش شنو غندير. حرز دابا حتى الراجل ديالي الا خرج كنخاف عليه ما يرجعش. واخا لالا، حنا غادي نجاوبوا على الاسئله ديالك، بقي معنا على الخط. غير بغيت نطمئنها بعدا. اولا شوفي لالا، انت بصحتك؟ انت لاباس عليك؟ انا بصحتي لاباس عليا، غير النفس ديالي بدات انا كتعيا معاه. ملي كنشوف راجل والوليد ديالك مقاش. الوليد ديالك لاباس عليه؟ لاباس الحمد لله. وصافي، دابا اللي قدر الله في الراجل هو هذا ابتلاء مع الله سبحانه وتعالى، ولكن عندك الحقوق ديالك ان شاء الله تاخذيها، غتاخذ شويه ديال الوقت. انا غادي نقول لك بتمعن وبشويه شنو هما المراحل اللي خصك ديري باش يمكن لك تاخذي الحق ديالك. ولكن حقك غادي تاخذي ان شاء الله، غير غياخذ شويه ديال الوقت، حيت الوضعيه القانونيه صعبه، والمسؤول على هذه الوضعيه القانونيه صعبه هو المشغل. دابا عندي حق انا، لو بغيت ندعي المشغل ديالو عندي حق. غادي تدعيها لالا، انا غير تبعي معايا، انا غادي نعطيك قلت لك مرحله بمرحله ان شاء الله.
اول مرحله استاذ محمد جمال معتوق؟ اولا هاد الناس بعض المشغلين اللي ما كيصرحوش بالاجراء ديالهم عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، راهم ما واعيينش بشنو كيدوزوا على هاد الناس مساكن اللي ما مصرحينش بهم. يعني الواحد خدام وما مصرحش به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مناش كيضيع؟ كيضيع في حقه في التقاعد ملي غيدير 60 عام. إذن 60 عام الواحد تيرجع ضعيف، كيمرض بزاف، ما تيبقاش يخدم، ما قادش يخدم الى اخره، ما عندوش، خصو يمد يديه سعه باش يعيش. حرام. علاش انت عندك شركه وما تصرحش بهذا السيد وتادي عليه الواجبات ديالو باش 60 عام يستافد من الحقوق ديالو؟ واحد، كتحرموا من التعويضات العائليه ديال وليداتو اللي عنده 200 درهم على كل وليد، راه كاين اللي كياخذ 12000 ريال في الشهر اللي كتمثل حتى 25% من الاجر الشهري ديالو. يعني مساله مهمه، وخص الناس يحمدوا الله ويشكروا على وجود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه كيخدم خدمه كبيره لهاد الناس. ثالثا، الى مرض او الزوجه ديالو مرضات او وليداتو مرضوا، ما عندوش تغطيه صحيه. شو شحال كيحرم هاد الناس في حياتهم؟ وعلاش يديروا بحال هكا؟ واش عندهم يعني كاين جوج ديال الاسباب. كاين السبب الاول هو انه الشركه ديالو كتكون سبب مادي محض، كتكون كاين سبب اخلاقي وسبب أكيد. مادي. المادي هو بالنسبه للشركه اللي كتكون ضعضعه ماديا، ما تتلقاش فين عنده، فين لا، ما عندوش فين يزيد يؤدي الواجبات على الاجراء. تيقول لك ما عنديش انا بالسيف باش كنخلصهم في التالي ديال الشهر، ما عنديش فين نزيد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الا زدت هذا الشيء هذا غتموت الشركه ديالي، وعندي 50 خدام ولا 200 خدام مثلا. وكاين جانب اخلاقي اللي هو تملص من المسؤوليه ومن الواجب، وهذه المساله هي اللي عندي فيها، اللي كناكد عليها بزاف. الحاجه الثالثه هو هذاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصو يكون عنده الامكانيات والموارد البشريه باش يخرجوا يراقبوا الشركات كلهم باش يؤديوا على هاد الناس، لان الى داروا المراقبه غيؤديوا. هاد السيد كنصرح به وكندير التامين عن حوادث الشغل، كان راه هاد المراه ما طيحش هاد العام، ما تعيش هاد العيشه هادي، كان راه مشينا عند شركه التامين وعطاتو التعويضات اليوميه، خلصاتو الى يومنا هذا، كتخلصوا التعويضات اليوميه ديالو، ثم ملي غادي يبراو جهات الشفاء غادي ياخذ ايراد عمري حتى يموت. ولا مات بسبب الحادثه كيدوز الايراد العمري مو لمرته ولبنته ولا ولده اللي قالت كان مازال صغير. اذن هاد السيده شنو تيخصها دير؟ بما ان ما عندوش تامين عند حوادث الشغل وما دايرش، ما مصرحش به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تيخص دار دعوه مباشره ضد المشغل. الصعوبه اللي تلقاوها شنو هي؟ هم اللي كندير دعوه ضد المشغل، كنحكم المحكمه كتحكم على المشغل، غادي يدي له واحد 50 مليون مثلا اللي خصو يوضعها في الصندوق ديال الايداع والتدبير، يعني بالضبط في الصندوق المغربي للتقاعد والتامين. أيه. باش يبقى تصرف له من ثلاث شهور واحد الايراد عمري. تحكم عليه مثلا تعطيه 50 مليون او 40 مليون. كنمشي عندك المشغل تنقول له خصك تنفذ هذه الحكم، تيقول لك ما عنديش، انت لقيتي ما دير، ديه ما عنديش. اذن كيبقى هذاك بحكم ما عنديش على من ينفذ. لا ولكن الا كان عنده ينفذ. الا كان عنده غينفذ. الا ما عندوش باش ينفذ، خصنا ندوزو لصندوق ضمان حوادث الشغل. هذا صندوق ضمان حوادث الشغل صندوق عنده الفلوس، محطوطين الفلوس وما كنستعملوهمش وما كنوعيوش حتى الناس الاهميه ديالو والوجود ديالو. بحال حنا عجبنا الحال نخبعوا داك الفلوس لحاجة في نفس يعقوب. علاش هاد الفلوس ما عرفتش غيديروا بها وشكون اللي كيستافد منها؟ هاد الصناديق تيخص الواحد يمشي يفليهم ويقلب فيهم. الرئيس ديال مجلس على الحسابات خصو يمشي لهاد الصناديق ويشوف هاد الفلوس فين كاين، ملايير اللي كاينه في هاد الصناديق، باش هاد الاسره نخليها هكا كتعيش هاد التعاسه وهاد البؤس وهاد الحزن وهاد المراه اللي حاسه براسها مسكينه ما عندها حتى شي واحد. بلاتي يا سميره ما تبقاي تقولي لي تستافدوا باش ندير الازراع. هاد المراه شي كتهضر؟ ايوا ورجوست، ما خصنا نعتقوها هاد المراه باش تستافد من هاد الصندوق. شنو خاصها دير؟ خاص حتى نديروا الحكم الاول على المشغل. أه. حتى يتبان لنا بان المشغل معسر عاد ندوزوا للصندوق. علاش كيتسمى صندوق الضمان؟ يعني كيضمن ملي ما تيكونش المشغل قادر يخلص، فهمتي؟ اذن ملي غادي ينفذ واخا ما كاينش التغطيه، يعني ما كاينش لا التغطيه، راه دابا ما مغطيهم. شوف في التامين عن حوادث الشغل، هادشي باش غادي يدير الدعوه ضد المشغل شخصيا، او هذا المشغل الا كان شخص ذاتي، والا كان شخص معنوي غيدير الدعوه ضد المشغل، الشركه المعنويه، يعني لا بيرسون مورال، الشخصيه المعنويه. اذن ملي غيصدر هذا الحكم هذا تيمشي ينفذ، وعاد ملي يسالي هذا الحكم الاول عاد يمشي في اطار المسؤوليه التقصيريه ديال صاحب سيارات الاجره اللي ضربوه. حيت دابا ملي كيكون عندنا تامين غادي نتعوض انا كضحيه مثلا، اذا كان التعويض ديالي كله هو 20 مليون هذا هو التعويض. في حادثه الشغل ملي كنمشي مثلا خديت 15 مليون، اذا شحال خصني مازال خمسه؟ اذا كنمشي لعند المؤمن ديال سيارات الاجره تنقول له الله يخليك راني خديت 15 والحق في هادشي كله اللي عندي هو 20، ها 15 خديتها هيا، اعطيني الخمسه اللي كنسالك.
فهمتي؟ إذن كيدير الدعوه في حوادث الشغيه الاولى وعاد تيدير تعويض طلب تعويض تكميلي في دعوه ضد المؤمن عن سياره الاجره باش ياخذ التعويض ديالو التكميلي. ونتمنوا هذا رب العمل هذا يكون عنده باش يدير الواجب لهذ السيده. ونزيدك حاجه اخرى. لان سينو غادي ياخذ الوقت بزاف. نزيدك حاجه اخرى، شكون اللي خلى هذه السيده تحس هذا الاحساس هذه؟ كان محامي بجنبها والمحامي مخلص مزيان. كرا غادي ينوض كيجري وغادي يمشي للملف وغياخذ التعويضات. ولكن المحامي غيكون اكيد معين في اطار المساعده القضائيه، والمساعده القضائيه شحال كياخذ المحامي؟ يمكن تياخذ 1500 او 2000 او 2500 درهم، لان كانوا تكلموا عليه باش يحاولوا يرفعوا دوت الاتعاب ديالو. اذن كي غيكون التحرك في هذا الملف الا ما كانتش امانه وما كانش ضمير؟ هذا ماشي محفز بالنسبه للمحامي باش يشتغل في ملف اللي فيه اجراءات، وانا حكيت لك شحال فيه المساطير وشحال الاجراءات وشحال غيمشي للمحكمه ويمشي للرباط ويدير دعوه ضد الصندوق ضمان حوادث الشغل. هذا الشيء كله باش على 2500 درهم، إذن فين هو التحفيز؟ فرنسا كياخذوا 900 حتى 1000 اورو، ولا خذ 4 او 5 ملفات في اطار المساعده القضائيه عنده 5 مليون في الشهر، صافي عايش المحامي بخير. هنا يعني تيتفرغ هنا باش هذا الملف هذا غياخذوا 3 سنين ولا 4 سنين غياخذ عليه 2500 درهم، ما يمكنش. إذن باش ما نبقاوش نتكلموا على الولوج الى القضاء، هي مواطنه عاجزه باش تولج الى القضاء المحكمه وتاخذ الحقوق ديالها وهي مرتاحه. يا ربي غير تاخذ الحقوق. هادشي اللي تنتمناو من صباحيات دوزام، نتمناو كذلك اتصال هاتفي اخر باش تطمئن على الحاله ديالها والحاله ديال الاسره ديالها. نتمنى كذلك ان رب العمل اللي كان تيشاهد صباحيات دوزام يعني يقوم باللازم وما يخليش الامور تتطور. ماشي رب العمل، انا كنطلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كنت سمعنا يمشي يدير المراقبه ديال هذا المشغل، وخص الناس يخرجوا للعموم للعلاني يقولوا للناس اجيو اللي عندهم مشاكل في حوادث الشغل ما عندهمش ضمانات وما كاينش تامينات ومشغل معسر، اجيو تاخذوا فلوسكم عندنا وسهلوا لكم مسطره. واضح، شكرا لك بروفيسور محمد جمال معتوق. تلقاو الاسبوع المقبل باذن الله اللحظه غادي نمشيو لفقره الموضه ونرجعوا للمسه الامازيغيه اللي هي محورنا للاسبوع بكامله.